بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من الفيديوهات المهمة جدا. طلب مني ناس عايزة تعرف ايه هي افضل ادوية او اهم ادوية لازم تكون عند اي مربي حمام عشان ينجح في تربية الحمام. طبعا الموضوع ده مهم جدا، اتكلمنا عنه قبل كده بس طبعا من فترة طويلة، فان شاء الله النهارده هنتكلم تاني وهنقول ايه هي اهم الادويه اللي لازم تكون موجوده عندك كمربي حمام عشان تحافظ على الحمام اللي عندك. لان طبعا لو عندك حمام متعب وسبته واهملته هيموت منك، فتشخيصك للمرض والعلاج بدري ده اساسي ان هو ينجح عمليه العلاج ويخلي الحمام باذن الله يخف من غير ما يموت. تمام كده؟ فطبعا لازم يكون عندك بعض الادويه دي اساسيه لازم تكون عندك في المكان، في منها حاجات للتطهير وفي منها حاجات للوقايه وفي منها حاجات للعلاج، فان شاء الله هنعرف النهارده كل الحاجات دي. اول حاجه يا جماعه، انت كمربي حمام سواء بتربي حمام بلدي او حمام شعبي او حمام زينه او حمام غزار او حمام زاجل، لازم يكون عندك مطهر قوي جدا 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 في المكان عشان تطهر بيه السلكات وتطهر بيه الارضيه وتطهر بيه الحيطان وتطهر بيه مثلا مسا واكلات وطواجن للبيض. فانا عن نفسي بستخدم اليود، اتكلمنا عنه قبل كده في كذا فيديو مفسر. تمام، ده يود بيطري، بيجي يود سائل المادة الفعالة اللي فيه اللي هي مادة الايودين، بيجي بالشكل ده يا جماعة. تمام، لونه احمر خفيف كده مش تقيل. تمام، بس المادة لزجة. تمام، المادة نفسها اليود مادة لزجة وقوية جدا 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 في القضاء على البكتيريا والفيروسات. تمام كده؟ طيب دوت انا بستخدمه ازاي؟ انا بستخدمه في البخاخة. تمام، بملى البخاخة مية وبحط عليها غطا من ده، يعني حوالي 10 او 15 سنتي من اليود البيطري ده، وطبعا برج البخاخه كويس وببدا ان انا ارش بيها السلكات والارضيات والحيطان والاكلات والمسق والكلام ده كله عشان اطهر المكان من البكتيريا والفيروسات والطفيليات واي حاجه ممكن تكون موجوده عندك في المكان تعمل مشاكل للحمام او تجيب امراض للحمام. تمام كده؟ فده اول حاجه لازم تكون موجوده عندك ايا إن كان انت بتربي الحمام ليه، بتربيه كغوايه كنش كحمام زينه كحمام غزار كحمام زاجل كحمام للاكل، لازم تطهر بيوت زي ده طبعا نسبة وقاية كبيرة جدا من الأمراض. خلينا نقول مثلا 50-60% وقاية من الأمراض في تطهير المكان، لأن طبعا العدوى بتجيلك من جوه المكان. تمام كده؟ العدوى البكتيرية أو الطفيليات أو الجراثيم أو الكلام ده كله، التلوث ده كله جيلك من جوه المكان، فده هيطهر جوه المكان. تاني حاجة لازم يكون عندك فيتامينات ورافع مناعة زي ده كده للحمام، ده اتكلمنا عنه قبل كده، اسمه فورت ألف دال 3 هي. بتجيب اي نوع منه، اي نوع الف دال 3 هي، بيحتوي على فيتامين الف وفيتامين دال 3 وفيتامين هي. الثلاث فيتامينات دولت كويسين جدا 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 في رفع المناعه واحتياجات الحمام من الفيتامينات اللي هو عايزها. فطبعا دوت بنستخدمه من نص سنتي لواحد سنتي على لتر الميه على حسب احنا بنربي الحمام جماعي او في سلكات. لو الحمام في سلكات وهيشرب عدد حمام قليل بنحط لهم نص سنتي على لتر ميه، لو جماعي وبيشرب عدد حمام كبير بنحط واحد سنتي على كل لتر ميه، وبنستخدمه 3 ايام مثلا كل اسبوع ولا حاجه. فده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون موجوده عندك كمربي حمام عشان ترفع مناعه الحمام وتعالج كتير جدا من المشاكل اللي ممكن تظهر عندك في الحمام بسبب ضعف المناعه. تمام كده؟ او ضعف الجهاز المناعي. طيب تالت حاجه عندنا وهي جروفيت، وللاسف انا مش عندي هنا الازازه الكبيره او الجيركن تحت، فده جروفيت بيطري من الفيتامينات المهمه جدا والاحماض الامينيه والاملاح المعدنيه اللي بيحتاجها الحمام عشان ما يكونش عنده اي مشاكل سواء في الانتاج او في الزغاليل، فده برضو بيرفع مناعه الحمام وبيديله الاحتياجات كلها اللي هو محتاجها من الفيتامينات او من الاملاح المعدنيه او من الاحماض الامينيه. تمام كده؟ يعني هيدينا زغلول صحته كويسه وحجمه كويس، معدل التحويل بتاعه عالي، طبعا هيرفع الخصوبه في الذكر، هيرفع الخصوبه في النتايه، بيعالج الكساح في الزغاليل، حاجات كتيره جدا موجوده في الجروفيت ده، وبنستخدمه 1 سنتي على لتر ميه. هو بيجي باللون البني اللي احنا شايفينه ده، لونه بلون العسل الاسود. تمام كده؟ اهو يا جماعه، طبعا ده زي ما قلنا بنستخدمه 1 سنتي على لتر ميه، ممكن نستخدمه مثلا اسبوع ونستخدم التاني اسبوع، يعني 3 ايام كل اسبوع من ده او 3 ايام اسبوع من ده. تمام كده؟ يبقى اسبوع نستخدم ده 3 ايام، اسبوع نستخدم الالف دال 3 هي 3 ايام، يعني بنبدل فيهم كل اسبوع. تمام كده؟ فدول كده اول 3 حاجات مهمين جدا للحمام. تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده حاجه وقائيه اللي هي ايه؟ مضاد السموم منشط الكبد غسول كلوي. تمام؟ عندي حاجه زي الران اكس، الران اكس بيطري. تمام؟ متكلم عنه بشكل كامل ومفسر في فيديو،
تمام كده. الران اكس ده بيشتغل معانا في حالات التهاب الكليتين والمجاري البوليه، حالات الاصابه بالسموم الفطريه تمام كده، والاصابه بالميكروبات والفيروسات مثل الجمبور والتهاب الشعب المعدي. فالمهم ان دوت ايه بيشتغل معانا في التهاب الكليتين وفي السموم الفطريه، يعني بيشتغل كغسول كلوي وكمضاد سموم تمام كده. فده من الحاجات المهمه جدا اللي بنستخدمها للحمام. الجرعه مكتوب عليه طبعا 1 جرام على لتر ميه، احنا بنستخدمه نص معلقه صغيره على كل لتر ميه، ونبوشه كويس ونشرب منه الحمام مثلا كل اسبوعين ثلاثة مره، كل اسبوع مره مفيش مشكله تمام كده. ممكن نستخدمه يومين ورا بعض او ثلاث ايام ورا بعض برده مفيش اي مشكله، فده ملوش ضرر باذن الله، وبيعالج الاسهالات وكويس جدا في حالات الاجهاد الحراري لو احنا في الصيف وفي الجو حر والكلام ده كله ومشاكل الجفاف. طيب حاجه تانية عندي هنا منشط كبد وغسول كلوي اسمه فيتاريل بلس. المنشط كبد ده كويس جدا جدا، طبعا التاني زي ما قلنا مضاد سموم وغسول كلوي او مضاد سموم وبيعالج الكلى تمام كده. ده منشط كبد وغسيل كلوي برده تمام، فبرده هيشتغل معانا مهم جدا سواء استخدمناه مع ده، انا احيانا بستخدمهم الاثنين مع بعض تمام، بستخدم الران اكس مع الفيتاريل، ساعات بستخدمهم الاثنين على بعض، وساعات بستخدم ده لوحده وده لوحده. لو هنستخدمهم على بعض برضو الجرعه هتبقى نص معلقه صغيره من ده مع 1 سنتي من ده، ونخلطهم الاثنين على بعض على لتر ميه تمام كده، ونشرب منه الحمام مثلا يومين ثلاثه، كل اسبوعين، كل ثلاث اسابيع، انت وراحتك تمام كده، بس هما الاثنين مهمين جدا. طيب احنا كده طلعنا من مرحله الوقايه، هنخش بقى في مرحله العلاج. العلاجات عندنا حاجتين، اهم حاجتين ايه هما؟ الامراض التنفسيه والامراض المعويه، دي البكتيريا تمام كده. طبعا الفيروسات هي بتشتغل معاك ايه رافع المناعه والكلام ده كله، مضادات الفيروسات هي اللي بتعالج معاك الامراض الفيروسيه، واهم حاجه فيها ان انت ما تدخلش حمام غريب ولا تدخل عدوى من بره بايديك انت وبهدومك وبتاع، زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات ان انت لو مسكت حاجه مصابه عند حد ودخلت على حمامك هتعديه، لو جبت حمام من بره حامل العدوى او مصاب بالعدوى ودخلته على حمامك هيعديه، انما البكتيريا هي بتتوجد في المكان. البكتيريا بتيجي في المكان من تلوث الميه، تلوث الاكل، الزرق بتاع الحمام، طبعا قله النظافه والكلام ده كله بتظهر عندك البكتيريا في المكان. فالامراض البكتيريه عندنا اشهرهم واهمهم امراض التنفسيه والامراض المعويه، دول اكتر حاجه بتظهر عندنا في الحمام. طيب الامراض التنفسيه بنستخدم لها حاجه اسمها تيدو فيت بيطري، ده يا جماعه تيدو فيت بيطري تمام كده. ده المادة الفعالة اللي فيه هي التايلوزين والمادة التانية دوكسيسايكلين، مادتين على بعض. فطبعا بيشتغل معانا في أغلبية الأمراض التنفسية أو كل الأمراض التنفسية، وبيشتغل معانا برضو في بعض الأمراض المعوية زي السالمونيلا تمام كده. طيب التيدو فيت بيطري ده بستخدمه 1 جرام على كل لتر مية. 1 جرام ده قد إيه؟ ربع معلقة صغيرة تمام. أنا أحيانا بزود الجرعة شوية لحد نص معلقة صغيرة على كل لتر مية تمام كده. بنستخدمه لمده قد ايه؟ من 5 ايام لحد 7 ايام، دي فتره العلاج بالمضادات الحيويه تمام كده، عشان نعالج الحمام بالمضاد الحيوي من 5 ل 7 ايام. ده كيس سعره مثلا 10 12 جنيه في اي عياده بيطريه، لازم يكون موجود عندك منه. في منه علب بتتباع مثلا بالربع كيلو بالنص كيلو والكلام ده، يعني 400 جرام 200 250 جرام الكلام ده، بتكون ابواب كبيره لو انت مش عايز تجيب اكياس زي دي. انا عن نفسي بجيب كيسين ثلاثه من دوت وبخليه عندي وبستخدمه باستمرار، بيعالج بقى البرد والتنفسي ودمعه العين والنهجان والخنفره والكحه والعطس وسيلان المناخير وسيلان العين والكلام ده كله، وان شاء الله بيعالجه خلال الخمس ايام او السبع ايام اللي انت هتستخدم فيهم العلاج ده. طيب الامراض المعويه زي ما قلنا البكتيريا، امراض تنفسيه وامراض معويه. الامراض المعويه افضل حاجه بنستخدمها هي الكوليبريم البيطري الاردني تمام، كوليبريم بيطري اردني ده افضل حاجه لعلاج الامراض المعويه اللي بتظهر معانا في الحمام، زي مرض السالمونيلا ده اشهر مرض بيظهر في الحمام. لازم يكون ده موجود عندك، لازم يكون موجود عندك التيدو فيت، دولت تنفسيه ومعويه لازم يكونوا موجودين عندك، يا اما الكوليبريم يا اما البنفلور يا اما الفلوريكول، بس افضلهم اللي انا استخدمته وعجبني بصراحه هو الكوليبريم، اقوى من البنفلور واقوى من الفلوريكول تمام كده. الكوليبريم ده بيتحط الجرعه بتاعته 1 سم على كل لتر ميه. بنستخدمه قد ايه؟ بنستخدمه 5 ايام تمام كده. الكوليبريم ماده اسمها سلفا تمام، من المواد المهمه جدا في علاج البكتيريا المعويه. طبعا بيشتغل معانا على اغلبيه الامراض المعويه اللي بتسبب بقى الاسهال الاخضر، الاسهال الابيض، الاسهال البني، الاسهال الاحمر المدمم، الكلام ده كله. اغلبيه الامراض ديت ان شاء الله هيجيب معانا نتيجه كويسه في علاجها. كوليبريم بيطري اردني. طيب اخر حاجه معانا وهي الكالسيوم للانتاج او للزغاليل. كالسيوم يا جماعه ده كالسيوم بشري تمام كده،
بندي نص قرص لكل انتاية في فترة الانتاج والبيض عشان نتجنب مشاكل نقص الكالسيوم، او بندي منه ربع قرص في بق الزغاليل عشان نتجنب الكساح ولين العظام. طبعا ده افضل نوع كالسيوم بشري بستخدمه، دي 3F بشري، بستخدم منه زي ما قلنا نص قرص لفرد الحمام الكبير وربع قرص لفرد الحمام الزغلول الصغير. فديت كده جزء من الادويه اللي موجوده عندي، اهم الادويه. تمام كده، عندي ادويه تانية كتير، في حاجات منها انا جبتها للتجربه، حاجات منها جبتها بس عشان اعمل فيديو بيها ونشرح طريقه العلاج بيها، لان طبعا في بعض الناس او بعض الاماكن او بعض الدول ما فيهاش الادويه التانية، فلازم انا كحد بيقدم محتوى علاج للحمام اكون متكلم عن اغلبيه الانواع او اغلبيه العلاجات، عشان انت لو ما عندكش ده يبقى عندك ده بديل، لو ما عندكش ده يبقى عندك ده بديل. اي نوع عندك تعرف تستخدمه ازاي من خلال ان انت في مراجعه على الفيديوهات اللي موجوده عندنا، بتشوف العلاج دوت بيعالج ايه، بتبدا ان انت تستغله وتستخدمه بدل ما تروح تشتري علاجات تانية. تمام كده، عشان بس الناس اللي بتقول ايه انتوا بتتكلموا على انواع علاجات كتيره، احنا هنجيب ايه ولا هنجيب ايه؟ لا، ما تجيبش كل حاجه، انا بتكلم عن كل انواع العلاجات عشان انت تستخدم الحاجه المتاحه عندك. تمام، يعني انت بتخش الصيدليه، الصيدليه متروسه ادويه فيها 2000 3000 نوع ادويه، هل انت مجبر ان انت تخش تشتري كل انواع الادويه؟ لا طبعا، انت بتشتري الحاجه اللي تلزمك بس. فانا بتكلم عن كل انواع الادويه وانت بتستخدم الحاجه اللي تلزمك بس. تمام كده، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على قناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.